سائل يقول: ما علاج الرؤية المفزعة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هناك 5 أشياء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل لدفع شر هذه الرؤية. منها التعوذ بالله من شرها، التفل عن يسارك 3، التحول عن جنبك الذي كنت عليه، أن تقوم تصلي 2، ألا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت الرسول يقول ذلك سري عني، والله أعلم.